ازيكم عاملين ايه النهارده؟ باذن الله هنعمل مع بعض كبده اسكندراني على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بس تفعلوا زر الاشتراك وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق. يلا مع الوصفه. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنقدم مع بعض وصفه يعني ما فيش حد في الدنيا ما بيعملهاش. هي وصفه خفيفه جدا، بتتعمل بكذا طريقه، بس النهارده نعملها بطريقه اسكندراني جميله وخفيفه، وهتعرفي تعمليها ان شاء الله سهله. ولكل البنات اللي هم لسه داخلين المطبخ وعايزين يعملوا وصفات جديده او لسه بيبتدوا يعملوا كده حاجات خفيفه في البيت، ان شاء الله نتعلم مع بعض. هي سهله جدا، هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله يعني ولا تقولي الفلاح ولا تقولي الشرقاوي، هنعملها ان شاء الله حاجه زي الفل كده ونضيفه وفي البيت. معانا مقادير سهله. اول حاجه انا معايا 4 كيلو كبده، انا بعمل ليه كميات قليله عشان انا وجوزي بس لسه. معايا 4 كيلو كبده، معايا 2 فلفل اخضر متقطعين كويس، بصلايه متوسطه، معايا توابل كبده، بهارات كبده، يعني انت بتروح عند العطار بتقول عايزه بهارات كبده، معايا معلقه ملح صغيره، معايا معلقه فلفل اسود صغيره معايا. واهم حاجه وفي الموضوع كله التتبيله دي. التتبيله دي هي انا جايباها من حد كان شغال قبل كده في مطعم كبده كبير جدا. دي سر الوصفه. يعني دي بتبقى عباره عن ايه؟ فصين ثوم عليهم شويه كمون مدقوقين جدا ومطحونين حلوين جدا، عليهم معلقتين خل. دي هنستخدمها ازاي؟ هنقول في الوصفه. بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدوسوا زر الاعجاب وتسيبوا لي تعليق، وان شاء الله نبتدي نعمل مع بعض الوصفه على طول. بصوا يا بنات، انا كده رجعت لكم على طول. بصي انا حطيت الزيت يسخن، لازم الزيت يكون سخن، ما نحطش الزيت يكون بارد. الكبده دي انا نقعاها في خل وليمون، يعني من نص ساعه كده في خل وليمون وشويه كمون كده على طول. لازم تنقع الكبده قبلها بنص ساعه عشان تاخد التتبيله الحلوه بتاعتها. طبعا النار تكون عاليه عشان تاخد تشويحه حلوه معاكي. بصوا ابتدت تغير لونها على طول اول اصلا ما نزلتها، فيها شويه كمون وفيها فص ثوم متبلين مع بعض كده بطريقه حلوه. بصوا وتغير لونها على طول. عايزه اقول لكم حاجه مهمه بنات كمان، ان الكبده كل ما تسيبيها على النار كل اصلا ما تشد معاكي وتبقى عامله زي الكاوتش كده، فما ينفعش. دي الكبده دي لازم يعني هي ما بتاخدش اصلا سوى يعني 10 دقائق بامر انها تكون خلصانه على النار، انما كل ما بنزيدي وكل ما تزيدي تحطيها على النار دي بتبقى عامله زي الكاوتش وبتشد معاكي كده وانتي بتاكليها. بصي يا بنات، هي ابتدت ايه تنزل شويه ميه منها، ما تقلقيش خالص، هي الميه دي هترجع تنشف تاني، هنسيبها لغايه ما تنشف. بصي يا بنات، هي ابتدت تشرب ميتها، هنفضل برضه نشوح فيها يعني دقيقه واحده كده بالظبط لغايه ما تشرب كل الميه دي وينزل على طول بالبصل. بصي يا بنات، هينزل على طول كده بالبصل والفلفل مع بعض. بصوا بقى هنبتدي بقى نحط التوابل اللي هي اتفقنا ان هي الكبده، بهارات كبده وملح وفلفل اسود، كل التوابل كده مع بعض. بصوا اهي كده بنشوحوا فيها كده، هي ما بتاخدش وقت خالص عشان اللي يقولوا مثلا ان هي لا ما لحقتش استوت او الكلام ده كله، لا لا الكبده بتستوي على طول على طول ما فيهاش اي مشكله. كده هنوطي عليها شويه وبعدين هننزل عليها بشويه التتبيله اللي انا قلت لكم عليها كده عشان تشموا احلى ريحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر على ريحتها، جميله بجد بجد بجد. جربوها وان شاء الله ان شاء الله والله ما هتعملوا غير الطريقه دي فيها.
الثوم عمل حلو جدا جدا جدا، وعمل ريحة جميلة جدا ليها، وهيديها نكهة جميلة. بصوا هنفضل كده نقلب مع بعض يعني دقيقتين بالكتير قوي قوي، يعني هتبقى زي الفل والله. يعني انا مش قادره اقول لكم الريحه اللي طالعه عامله ازاي، فظيعه وجميله جدا جدا جدا. بصي يا بنات كده الحمد لله خلصت وزي الفل. انا حطيت معاه مخلل لان جوزي ما بياكلش حاجه جنبها، بس انتوا ممكن تعملوها جنب بطاطس محمره في البيت، او لو هتعملوها في الغدا مثلا تعملوها زي كده ومعاها رز ابيض، هتبقى جميله جدا وسلطه. ممكن تقديم معاها العيش ومخلل بس، ممكن تقديم معاها سلطه وعيش بس، ممكن يعني اللي انت عايزاه، يعني اللي في امكانياتك واللي موجود معاكي في البيت. اتمنى يا رب الوصفه تعجبكم وجربوها، والله العظيم هتدعوا لي. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق ان شاء الله. مع السلامه.